السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نشوف معكم دابا كونتور سانكرون يكون انكومبلي اباز دي باسكول شيكا، وغادي نحاول نبدا معكم يعني بابسط كونتور ممكن يدار اللي هو كونتور سانكرون موديلو 3. يعني الا فهمتي معايا هذا راك غادي تكون فهمتي معايا حتى الاخرين اللي غيكونوا صعب. صافي، دونك على بركة الله لا غومارك ديالنا كيف العادة باش نصاوبو كونتور سانكرون كيخصنا نديرو ثلاثة ديال الخطوات. الخطوة الأولى اللي هي لا طابل دو فيريتي، الخطوة الثانية دياغرام دو كارنوف، اي اونفان كنتخاصيو لو شيما ديالنا. دونك نبداو بأول خطوة اللي هي لا طابل دو فيريتي. نرسمو هنايا الطابلو ديالنا، غادي نحطو هنايا لي سوغتي. هادو راه ماشي ضروري تكونو كديروهم نتوما، ولاني كنديروهم معاكم هنا يعني باش تكون الأمور واضحة ليكم أكثر وفاهمين مزيان. دونك هنا كيما قلنا كاين لي سوغتي، لي زونطخي، l'état présent, l'état futur et هنا obligé اللي كنقصدو بهم لي زونطري obligé اللي ضروري مخصوم يكونوا. هنا غادي نديرو لي نومبر اون ديسيمال، وبما انه بغينا كونتور موديلو 3 يعني بغينا كونتور اللي كيحسب لينا 3 ديال الارقام. داكشي علاش غادي تلقاوني هنا درت لكم 3 ديال لي لين اللي غيكون فيهم 3 ديال الارقام. ابتداء من رقم 0 تابعوا 1 تابعوا 2، وغادي خصو يرجع للرقم 0. صافي، باش يتسمى كونتور موديلو 3. هنا غادي نديرو فيه كيو بي وهنا كيو ا. هنا غادي نديرو لي كومبينيزون ديالنا اون بينير، يعني 0 اون بينير هو 0 0، بالنسبه ل 1 هو 0 1، بالنسبه ل 2 هي 1 0. غادي نحاول نحطو هنا نومبغ بلوس يعني لي نومبغ اون ديسيمال ديال ليطا فيتور. بما انه كاين عندنا هنايا زيرو يعني في ليطا فيتور بغيناه يولي ان. هنا كي بي بلوس اي كي ا بلوس، نحاولو نكتبو هاد ان اون ديسيمال يعني نحولوه لبينير اللي هو زيرو ان. بالنسبة للالين التانية كنلاحظو عندنا فيها ان، يعني في ليطا فيتور بغيناه يولي 2. لي اون بينير هو 1 0. وبالنسبه لاخر لين عندنا فيه 2 يعني في ليطا فيتور بغيناه يولي 0. اون بينير هو 0 0. دابا غادي نحاولوا نديرو في لي زونطري اوبليجي جي بي اي كي بي بالاضافه لجي ا اي كي ا، يعني هادو ديال الباسكول جيكا الاول وهادو ديال الباسكول جيكا الثاني. دونك غادي نحاول نعمرو بنفس الطريقه السريعه اللي كنت درت معكم في الفيديوهات السابقه. بما انه عندنا في ليطا بريزون 0 0 يعني غادي خصنا نبداو بان نومبر، وهاد الخانات الثانيين هما اللي غيكون فيهم اكس. دونك نديرو اكس اكس. هنا كاين عندنا ان يعني غادي نديرو في الخانه الاولى اكس. طري بيان، نحاولو دابا نحطو الأرقام. كنلاحظو زيرو بقى زيرو يعني كاين إيطا ميموار، يعني غنكتبو هنا زيرو. هنا زيرو ولا أن يعني إيطا باسكولمون غادي نكتبو فيها أن. هنا أن ولا زيرو يعني كاين باسكولمون غنكتبو فيه أن. بالنسبة لكيو أ كنلاحظو هاد المرة كاين عندنا زيرو مرة أن مرة زيرو، يعني هنايا اكس غادي نحاولو نحطوه هو الثاني، عاد اكس غادي نحطوه هو الاول. صافي، دونك هنا الثاني اكس هنا الاول وهنا الثاني حيت كاين عندنا زيرو. نحاولو نحطو دابا الارقام. كنلاحظو زيرو ولا ان يعني كاين الباسكولمون، دونك نكتبو ان. هنايا ان ولا زيرو باسكولمون، دونك نديرو تا هو فيه ان. هنا زيرو بقى زيرو يعني كاين ايطا ميموار اللي هي زيرو. وهكا كنكونو صوبنا لا طابل دو فيريتي ديالنا ديال كونتور سانكرون موديلو 3 اباز دي باسكول جيكا. ندوزو لا دوزيام ايطاب اللي هي دياغرام دو كارنوف. نرسمو دياغرام ديالنا يكون فيه 4 ديال الخانات. نحطو لا طابل دو فيريتي ديالنا.
غادي نحاولوا نخدموا دابا يعني بهاد جي بي اي كاب بي اون بليس كنلاحظوا يعني عندنا كونتور يعني غادي نبداو من الفوق لتحت دونك غادي نكتبوا هنايا هو الاول 0 من بعد 1 من بعد اكس وهاد الخانه الاخيره اللي بقات لنا خاويه غنديروا فيها اكس بالنسبه لهنا عندنا اكس هو الاول غنكتبوه تابعوا اكس عاد تابعوا 1 والخانه الاخيره اللي بقات خاويه غنديروا فيها اكس نحاولوا دابا نديروا لي جروب كنلاحظوا بلي كاين عندنا هنايا واحد الجروب فقط ليكواسيون ديالته بما ان كيو ا فيها 1 وما كتبدلش غتكون هي كيو ا بالنسبه لكاب بي يعني عندنا واحد الجروب فيه 4 ديال لي 1 بالتالي ليكواسيون كاب بي غادي تكون كتساوي 1 ندوزو دابا نشوفو بالنسبه لجي ا اي كا ا يعني غادي نبداو حتى هو من الفوق لتحت دونك هاد 1 غادي نكتبوها هنا هاد اكس غنديروه هنا من بعد كاين عندنا 0 وهاد الخانه اللي بقات خاويه غنديروا فيها اكس بالنسبه لك ا يعني باديه باكس ابري كاين 1 ابري كاين اكس والخانه الاخيره غنديروا فيها اكس نحاولوا دابا نديروا لي جروب ديالنا كنلاحظوا بلي كاين عندنا جروب واحد اللي هو هذا وبالنسبه للدياغرام ديال كا ا حتى هو عندنا فيه جروب واحد في 4 ديال لي ا نجبدوا دابا لي زيكواسيون كنلاحظوا هنايا بلي كيو بي فيها 0 وما كتغيرش دونك غادي تكون هي كيو بي بار وهذه هي ليكواسيون ديالتنا ديال جي ا بالنسبه ليكواسيون ديال كا ا كنلاحظوا عندنا فيها 4 ديال لي ا بالتالي غادي تكون كا ا كتساوي 1 ندوزو دابا لا ثوازيام ايطاب اللي هي تراسي لو شيما نحطو لي زيكواسيون ديالنا هاد المره كنلاحظوا ان لي زيكواسيون يعني خرجوا لينا مختلفين يعني جي ا ما كتساويش كا ا والجي بي ما كتساويش كا بي علاش حيت عندنا كونتور سانكرون ان كومبلي دونك نرسمو الباسكول الاول ديالنا جي كا ونحطو الباسكول الثاني حتى هو ناخذ الجهاز ديالنا ديال الاورلوج نبرونشيو مع لونطري ديال الاورلوج ديال الباسكول الاول وديال الباسكول الثاني دابا نحاولو نرسمو لي زيكواسيون ديالنا كنلاحظو ان جي ا كتساوي بي بار دونك غادي ناخذو ان فيل من هاد جي ا ونبرونشيوه مع كيو بي بار بالنسبه لكا ا كتساوي 1 يعني غادي نخرجوا ان فيل من كا ا ونعطيوه 1 بالنسبه للجي بي كتساوي كيو ا يعني غادي نبرونشيو جي بي مع كيو ا وبالنسبه لكا بي اللي كتساوي 1 غادي ناخذوا كا بي نعطيوها 1 اخر حاجه بقات لينا هي نخرجوا لي سورتي ديالنا عندنا هنايا كيو ا اي كيو بي هذا هو الكونتور ديالنا سانكرون موديلو 3 ا باز دي باسكول جي كا نتمنى تكونوا استفدتوا كان عندكم شي اسئله يمكن لكم تخليوها لي في كومونتير والى فيديو مقبل بحول الله ما تنساوش تضغطوا على زر لايك كتشجعكم لينا على تقديم المزيد وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده كامارون 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 سيدنا النبي كامارون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل كامارون 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 سيدنا النبي كامارون.